اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي متابعي صدى البلد في كل مكان. ما زلنا مع حضراتكم نرصد تفاصيل وقعة استيلاء 8 من ابناء العمومه على اموال اهالي وابناء مركز دار السلام بمحافظه سوهاج. بنرحب بحضراتكم من جديد، بنرحب بحضرتك معانا على صدى البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بك. عرفنا بنفسك. اهلا وسهلا بصدى البلد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اسمي محمود احمد، مغترب بدوله السعوديه، المملكه العربيه السعوديه. الحكاية من ظهرت ممكن من 5-6 سنين، ظهور بعض الأشخاص في البلدة عندنا، وبلد اسمها أولاد خلف، قرية أولاد خلف تابعة لمركز دار السلام محافظة سوهاج. دول تربطنا بهم علاقة، مثلا زمالة وفي صلة أرحام، والجماعة يعني من البلد نفسهم، يعني دول كانوا شغالين وما شاء الله كانوا ينزلوا بعربيات فاخرة وبيوت، يعني مش أغراب من أبناء لا 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 البلد. هم من البلدة وأقارب، وبالفعل يعني فيهم واحد كان مدرس، وواحد تاني كان شغال صبي مأزون، والله العظيم. فطبعا حالة التطور المادي اللي حصلت معاهم خلت الناس تثق فيه، يعني فجأة كده ما شاء الله من خلال 3-4 سنين بدأ الفلل وعربيات بي ام ومرسيدس طب ده ما يشككش الناس فيهم؟ لا، ما هو ده يخليهم ان الناس تروح تأمنهم وتديهم فلوسهم. الناس برضو عندنا في القرية، ممكن اقول لك لو هي على الفطرة يبقى مبالغ فيها شوية، على الفطرة يعني. طب خلينا نتكلم عن حضرتك، ازاي قدروا يقنعوك او قدروا يخلوك تثق فيهم وتستثمر معاهم؟ انا والله من ناحية جهة الاقناع، ان انا مثلا هم كانوا شغالين قبل كده من 2-3 سنين، انا نزلت من السعودية ومعايا مبلغ، حبيت مثلا استثمرهم، مش هركنه يعني، معايا فلوس مش هركنها، احب مثلا انميها يعني. تمام. فطيب رحت لهم، يعني بما انهم يعني اعلانات في القريه، شغالين في العقارات، يتصوروا جنب مجمع وخرسانات وصرف صحي، تبطين ترع وهكذا. طيب تمام، انا رحت لهم، يا جماعه انا بما اني اعرفهم يعني شخصيا، يا جماعه طب انا عندي معايا فلوس وعايز اشغلها معاكم واشتغل معاكم يعني. طيب انتوا شغالين فين؟ يعني حضرتك كمان اللي عرضت عليهم الاستثمار معاك؟ عرضت انا. طب يا جماعه انا عايز اشتغل معاكم، انتوا شغالين فين؟ في واحد يعني، فوروني عقود حضرتك، عقود متعاقدين مع شركات مياه، مع سكك حديد، مع تبطين تراب بمبالغ مهوله، يعني مبالغ 29 مليون. فيه عقد ورهوني ب 100 مليون، يعني هذه صور عقود، يعني لو تعرف تصوره وتجيب كده، يعني ده عقد تقريبا صرف صحي ما يقرب من 29 مليون. نفس كده العقود دي صور من عقود اصليه، يعني بص كل يعني اكتر من الصور دي اكتر من 5 عقود، في عقود يعني ب 100 مليون، يعني لو انا يسمح وقت البرنامج نعرضها، مبالغ مهوله يعني. فطبعا كل الاوراق دي لما حضرتك اطلعت عليها اخذت الثقه خلاص. انا اطمنت خلاص انهم شغالين، وشايف يعني انه فلوس وناس رايحه وناس جايه وما شاء الله عربيات، وخلاص طمنت تمام، ورحت مواقع معاهم برضو. طيب تمام، الحمد لله كويس وخلاص ماشي. اشتغلوا سنه في 2، لما جاء فيه دكتور كان عامل مشكله معاهم على شقه وكده، وطلب بفلوسه حركه 2 مليون فما فيش. طيب بدات يعني اول مشكله بدات تشك من خلالها في ان انت بيتنصب عليك، كانت مشكله الطبيب. طلب بفلوس وما فيش. طب بعض الاشخاص طلبوا بفلوسهم برضو ما فيش. بدات القصه كده، طيب فين الفلوس، فين ما اعرفش ايه، ما تبخرت ما فيش. طب يا جماعه حل هنا ولا هنا، خلاص يعطونا حلول، يسفرونا القاهره، تعالوا في عندنا شغل في القاهره، خلصوا ادفعوا الفلوس اللي عليه واخذوا. نروح نتفاجئ انه اصلا لا في شغل ولا في شقق ولا في عماير ولا في اي حاجه ليهم خالص. طيب اتجهنا برضو للحلول العرفيه، لجنه شكلت من البلده عندنا بحيث انها تحل الحلول العرفيه معاهم. سنه في 2 ما فيش. طب حلول قانونيه، جبنا احكام، انا عامل عليهم حكم، في حكم عليهم واحد ب3 سنين وواحد بسنه، قضيتنا نصب. طيب حضرتك بتطالب بايه؟ انا والله بطالب الجهات التنفيذيه سرعه القبض عليهم ورميهم في السجون. دي احنا مش عايزين تعويض، ولا احنا بص يعني لو اقول لك انه مثلا استعوضنا ربنا في الفلوس، بس احنا عاوزين الناس دي تترمي في السجون. طيب الناس دي مثلا استهلكت فلوسنا مثلا وصرفوها وعاشوا بيها،
طيب والناس دي لحد الان تتمتع بالفلوس يعني تتمتع طيب الناس دي احنا بنحل معاهم ما فيش حلول، انتوا بيقولوا لنا اللي معاكم اعملوه، يعني اقصى شيء يعني اقل حاجه عندنا اقل حاجه نكلم واحد فيهم طيب تعال انا حاسبني اديني حاجه من اللي ليا، لا اللي معاك اعملوه ما فيش، انتوا اشتكيتوا خلاص خلوا الشكوى تنفعكم، والله العظيم خلي يعني الشكوى تنفع. الحلول الوديه مش جايه معانا خالص، ولا حلول وديه ولا حلول قانونيه حاليا برضه، يعني احنا بعد اقصى يعني اقصى اقل شيء جبنا عليهم احكام، يعني في كل ما يقارب الواحد فيهم يعني هم تقريبا 8 او 7 اشخاص نصابين، كل واحدة ما يقارب ممكن 100 حكم عليهم. هل حد فيهم سقط في قبضة القانون؟ فيهم واحد، لا فيهم اخو مستريح برضه كان يشتغل معاه، حاليا هو في قبضة القانون، اما الباقي فمتهرب، فحتى لو اتمسك بيخرج من كفالات، والمشكلة بيدفعوا من فلوسنا احنا ويخرجوا، يعني بيدفعوا كتير ويعني ممكن الامر طبعا في استفزاز كتير جدا جدا. طب ما خلاص، طب احنا طيب فاض بينا يعني، طيب احنا هنعمل ايه؟ طيب حلول قانونيه ما نفعتش، حلول عرفيه ما نفعتش، ما حاليا ما فيش غير الحلول اللي هي مثلا هقول له الدراع، هقول مثلا العافيه، طب ما مش هينفع، احنا برضه في دوله قانون ونطالب الجهات التنفيذيه بسرعه القبض عليهم ورميهم في السجون، لان الناس دي اهدرت اموالني، خارج انها استهلكت برضه استهلكت وقتنا يعني، واستهلكت كل ما لدينا، يعني انا مغترب في السعوديه بشوف بنزل لعيالي مثلا شهر في السنه، شقع عمري يعني، انا اشتغلت في السعوديه بصحى الفجر هنا واشتغل، يعني يجي ده مثلا يتفسح بيه يروح مثلا الغردقه ولا مراسي ولا شرم الشيخ ويصرف في فلوس مثلا غربه مثلا انا سنين 10 سنين يصرفها هو في سنه، فبتحس انك خلاص عايز حقك بقى. طب ماشي، انا ما حقي مش عارف اوصل له، طيب ما حقي انا بالقانون والحلول العرفيه ما اعرفش اوصل له، نطالب بس الجهات التنفيذيه بسرعه القبض عليهم ورميهم في السجون، وان شاء الله يكون يعني الامل فيكم وتصعيد قضيتنا يعني الاقصى شيء ان شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عرفنا بنفسك. خلف احمد عبد اللطيف، مدير بالتربيه والتعليم. تكلمنا عن الواقع وتفاصيلها وازاي قدرت تقع في ايد المستريحين. والله الواقع انا فيه يعني من 2019 يعني فيه ابناء عمي وفيه ناس زمايلي قالوا لي ان فيه واحد بيشغل الاموال دي في الصرف الصحي في واخد مشاريع في القاهره وفي السويس، وفيه مجموعه تاني واحد تاني اسمه فريد شغال مع القوات المسلحه في استيراد حاجات للجيش، معي يدي اموال يعني شهريات، وفيهم ناس ما تدي سنوه، فبدات انا واخواتي ان نسال ونتقصوا الحقائق، لقيناهم يعني مزبوط قعدوا شهرين ثلاثه، فيعني اغونا بالاموال دي، كان فيهم ناس ما تحاسب على 35 و40، وفيهم ناس بدات تحاسب اخر شهرين ثلاثه على 60,000 للمي، فانا واخواتي كانوا متغربين في الخارج في السعوديه، وابنائي واخواتي واولاد عمي، فوثقوا فيا ما رحت انا وديت مبلغ صغير، وبعد كده ابتدوا يشتغلوا معي، فجر للكلام فابتدوا يجيبوا لي من الفلوس بتاعتهم، واخذنا يعني حوالي يمكن سنه في اللي هو اللي معاهم، بعد كده قعدنا 3-4 شهور ما فيش فلوس، طيب يا جماعه عايزين الفلوس دي فين؟ وديتوها فين؟ طيب انتم هتقولوا مشاريع ومعاهم مصورين الاوراق دي ومجهزين وصرف صحي وكل شويه ما تقول مستخلصات، طيب فين الفلوس دي؟ قعدوا يعني 3-4 اشهر يدونا في الشهريات، كان مزبوطين جدا يعني، بعد كده بعد ما استولوا على الاموال من القريه كلها، يعني القريه والقرى المجاوره ما فيش بيت يخلو من مشكله من مصيبه انهم استولوا على اموالهم. قدروا يستولوا من حضرتك على مبلغ كام؟ قدروا يستولوا على الاموال بتاعتي انا وبتاعت اخواتي ونسباتي 3 مليون، 2 واحد اسمه محمد واحد اسمه فريد، والله فيهم ناس يعني اللي جابوا لي فلوس وقالوا ودوها يعني الايصالات باسمهم هم، باسم محمد او باسم فريد، ما فيش يعني حاجه باسم، ما يطلبوني انا برد وسيط يعني. انا كنت وسيط لانهم دول يعني نسباتي وصهري واخواتي، ودول كانوا متغربين في الخارج وعملوا الاموال دي يعني بشقاهم وشقى
عمرهم، خدوا منهم شهرين ثلاثة، والله فيهم ناس ما خدت جنيه لحد الآن، يعني من الكلام ده من 21، يعني أنا اشتركني من 2019، من 2019 اشتركني، لكن وقفوا من 21، يعني من 21 ليهم 4 سنوات ما قدرنا نتحصل على جنيه ولا كثير ولا قليل، وخدنا عليهم أحكام، وفيه قضايا احنا ما رفعناهاش، يعني فيه قضايا موجودة لحد ما يتقبض عليهم، يعني مع طالب الجهات الأمنية بسرعة القبض عليهم حتى لا تدخل البلد في دوامة من العنف ومشاجرات، يعني احنا خايفين من لا يحمد عقباه، يعني ممكن تحصل مشكلة مجزرة، لأن القرى طبعا والقبليات والأعراف تختلف، يعني كي 3-4 أنفار عيال يعني يعتبروا عيالنا ويسرقوا الأموال دي ودوها فيها، فين الأموال دي؟ أنتم تفسحوا بيها وتأكلوا بيها وتشربوا وتودوا أولادكم مدارس خاصة، وكل من اتجهوا لحد من كبير منهم يقول لك يا عم احنا شفناك أنت وانت جبت لهم الفلوس، لما شفتني وانت جبت لهم فلوس ما أنت قلت ودا، ما انت كبير وقلت ودولهم، ده على ضمانتي وناس محترم وناس كويسه وشغالين وعقود معاهم. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. عفوا. اهلا، نتعرف بحضرتك. مصطفى عبد الواحد. بنرحب بحضرتك معانا على صوت البلد. اهلا بيك. كلمنا حضرتك عن تفاصيل الواقع بشيء اكتر من التفاصيل، وازاي سقطت في ايدي هؤلاء النصابين. والله التفاصيل حضرتك اللي هو اللي زاد المصيبة وخلاها تفاقمت انه حسن النوايا والثقة الزائدة عن الحد، الثقة الزائدة عن الحد نتيجة انه الناس دول من ابناء جلدتنا وزمايلنا في الشغل وابناء عمومتنا واقارب، وانت عارف انه ابناء القرية دول كلهم معروفين، يعني بحيث لو واحد تصدع في القرية القرية تعرف كلها انه ده عنده صداع، يعني فالموضوع انه احنا اقارب بعض وثقنا في بعض ودول زمايلنا في الشغل وتربينا معاهم وكده، يعني فالخيانه جت من القريب، يعني دي اللي هو طبعا هم بداوا في الاول، بداوا في مشاريع صغيره انه احنا شغالين بياخدوا عقود بسيطة من الشركات الكبرى اللي هي بتاعت الحياة كريمة او الصرف الصحي او المشروعات اللي هي بتتبناها الدولة، المشروعات الصغيرة، فطبعا بدأت الناس تثق فيهم شوية بشوية، بدأوا ليهم زبانية طبعا شغلوهم بعمولات، بدأوا يقنعوا في الناس، الناس دي بدأت تروح كل بيت، بدأوا يدوا للي يجيب لهم فلوس عمولات، انك انت لو جبت لي مبلغ من فلان ده لك كذا عموله منه، بداوا يزنوا على في اذان الناس انه ده احنا شغالين واحنا ادينا وسطيكم واحنا من اهل البلد ومش معقول هنخنوكم انتوا اصحابنا وابناء عمومتنا، وبدات الثقه في كده يعني، فبداوا التزموا مع الناس في اول سنه، بداوا يصفوا للناس اللي يقولوا انت فلوسك 40% من المكاسب 35% من المكاسب، انتظموا سنه وسنتين بدات الناس تثق فيهم بأنه دول ناس أمناء على فلوس الناس، فجأة لما سقط واحد من النصابين دول بدأت يتوالى سقوط الآخرين معاه يعني، وبدأت المشاكل تتفاقم، بدأت الناس تطالب على فلوسها طبعا ما فيش، بكرة بدأوا يعالجوا النصب بتاعهم بنصب آخر، النصب الآخر ده عن طريق عقود وهمية لأحد الشقق وأحد المحلات اللي ملهاش أوراق، وبالعكس بدأ يقول له الشقة ده أو المحل ده عليه مديونية 500,000، ادفع ال 500,000 أو ادفع المليون واستلم المحل ده أو الشقة. في ناس دفعت، يعني في ناس تفاقمت فوق ما هي منصوب عليها، دفعت مبالغ تانية عشان تستلم الحاجات دي، يعني قدروا يصلوا بحلول توصلهم برضو النصب بالضبط، يعني بدأوا احتراف في النصب، احتراف في النصب، وبدأ اللي عاوز حقك فتمام هدي لك بالظبط، فتعال، فهو وبعدين كان الحاجه ب 100 يعرضها ب 200، فانت عشان مضطر، فبتقول على راي المثل خساره قريبه احسن من مكسب بعيد. هل في احكام قضائيه على المتهمين؟ ده عليهم احكام لا تعد ولا تحصى، يعني اقل واحد فيهم واخد عليه اكثر من 100 حكم، يعني انا حاليا اللي مشتكي 3، في كل واحد فيهم واخد عليه 3 سنين، في واحد واخد عليه 6 سنين،
فالأحكام، فطبعا فيهم ناس اتحبست ودفعت كفالات بمبالغ مهولة من فلوس الناس، وحاليا هم شادين محامين من أكبر المحامين بفلوس الناس. استولوا من حضرتك على كام؟ يعني ما يقرب من مليون جنيه. مليون جنيه. حضرتك بتطالب بإيه؟ أنا بطالب الجهات الشرطية، طبعا هي الجهات الشرطية ما قصرتش، الجهات التنفيذية والقضائية طبعا أصدرت أحكام ضدهم طبعا، بس فيه ناس ما زالت هاربة طبعا، واللي بيستفز الناس انهم هم بيهددوا الناس، وعلانية اللي باللي يشتكي او يظهر في قناة او يظهر في بث مباشر بيقولوا له خلي القناة تجيب لك فلوسك او خلي الحكومة تجيب لك فلوسك، وانت اشتكيت خلاص انت اشتكيت مالكش فلوس، وبيهددوا الناس البسطاء. والمصيبة انه فيه معظم الناس الطيبة دي اللي على الفطرة بتصدق الكلام ده، بيقول احنا لو ظهرنا في بث او رحنا اشتكينا دول مش هيدونا فلوس، فاحنا طبعا بنظهر ليه؟ فمخوفين الناس، فمخوفين الناس ويقولوا هنشتكوا الناس ونعملوا قضية تشهير. وأنا من خلال برنامج حضرتك ومن خلال الموقع المحترم بتاع حضرتك، طبعا احنا ظهرنا في فيديوهات كثيرة بس مباشرة ليفات، فنحن بنعتذر لأي شخص وسيء إليه بقصد أو عن أو بدون قصد خارج النصابين دول. يعني فيه دكتورة يمكن ذكرت في البث، احنا ما نقصدش الدكتورة دي انه احنا نشهر بيها او كذا، لكن احنا معلومة جاتنا، فاحنا معلومة مؤكدة، فاحنا قلنا المعلومة دي فيه، فلكن لا نقصد اي تشهير بحد، وبنعتذر لاي حد اضير بقصد او غير قصد يعني في خلال البث المباشر في احد القنوات او احد المواقع. بنشكر حضرتك. شكرا. شكرا ستي. شكرا. عرفنا بنفسك. محمود حمد. حضرتك تم الاستيلاء منك على مبلغ قدره كام؟ انا اللي خصني انا حوالي نص مليون جنيه. نص مليون جنيه. وابناء عمومتي يعني حوالي 3 مليون وقارب، يعني انا حوالي 3.5. يعني حضرتك وعائلتك حوالي 3 مليون. حوالي 3 مليون ونص. طيب حضرتك تواصلت معاهم من امتى وبدات امتى تشك في حالهم؟ هي قصتهم هم بدات حكوا الاستثمار دي كان فيه بقى احد الاشخاص، طلع في الاول كشخص فردي واحد كان يعمل في الاستثمار العقاري في بناء الشقق السكنية العمارات كده، يعني يشتري أرض ويبيع يبني تقريبا، ده كان حاسب على 18-20% و21-22%. بعد كده راحوا ظهرين شخصين تاني حبوا تقريبا يتضاربوا معاها، راحوا رافعين الفائدة لما وصلت ل 27-28. آخر مراحل في السنين اللي فاتت دي وصلت حوالي 40. في من سنتين بالضبط واحد طلع قال 60% الفائدة، حسب على 60، بقيت الناس يعني تجري تجيب فلوس، لدرجة ما في ناس جابت فلوس من البنوك كقروض وعطتها لهم. يعني حضرتك معك أحكام؟ معي أحكام، أنا واخد عليهم أحكام يمكن تقريبا 3 سنين، واخد 3 سنين على محمد، فيهم واحد يدعى محمد، ابناء عمومتي برضه اخذين احكام عليه برضه، بنطالب الجهات الامنيه والتنفيذيه السلطات التنفيذيه بسرعه القبض عليهم. فيهم ناس مقبوض عليها بالفعل موضوع في السجن حاليا، قبض على احدهم قبل كده وطلع مره واثنين تقريبا او يمكن اكثر، فلما سالنا احنا بالنسبه انه نجهل القانون اتضح انه هو له حق المعارضه، ودي قضايا يعني جنحي، وما يطلع يعارض ويطلع ويدفع كفاله ويطلع على يد محامين كبار هو يعني. طبعا حضرتك بتطالب بايه؟ اطالب بالسلطات التنفيذيه يعني سرعه القبض على الناس، يعني حتى نرتاحوا احنا من يعني زي وجودهم في بيوتهم وسط اسرهم زي المستفز لنا احنا يعني برضه، فيعني يا ريت يتم القبض على الناس ده، نصبوا علينا. بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. بعض صور العقود اللي بين يعني شوف حضرتك عقد. شكرا يا فندم. شكرا. وعندهم مشاريع، مشاريع عملاقه يعني، مشاريع داخله ما شاء الله يعني 200 مليون جنيه راس مال يعني. طيب انا ايه اللي مثلا اللي يخليني افكر انه مثلا دول هيكذبوا عليا ولا يضحكوا علي؟ ما انا دي عقود رسميه يعني، دول تزوروا في عقود رسميه. بدات تشك امتى ان في حاجه غلط بتحصل او فلوسك خلاص مش لما رجعت. بدات يعني زي ما قلت لك الدكتور ده طلب بفلوسه وحصل الضرب بتاعه ده، فخفت انك ما ترجع لكش فلوسك زيه. يعني لا، البلد كلها بعد كده طالبت. فبدات
بما لا يحمد عقباه اللي هو يتصاعد اللي هو بكره بعده. طب خلاص انا اديني ميعاد اخد امتى فلوسي؟ طب انا محتاج فلوسي بكره بعده شهر اثنين سنه لحد الان مفيش. الدكتور اصلا اللي اشترى منه مش كان يستسلم يعني. دكتور دكتور بشري يدعى محمد استاذ او مدرس قلب مثلا تقريبا، فهو اشترى منهم الشغل اللي اشتراها الشركة هنا تقريبا في برج هنا في سوهاج يعني. دفع يعني هو راح يتفرج على الشقق. الصدف باحد المستثمرين انت جاي لي يا دكتور هنا، قال له ده انا جاي اشتري شقه وكذا يعني، او تقريبا شقتين. فطبعا قال له ده البرج ده تبعي انا يعني، وراح متعامل معاه الدكتور اصلا تقريبا ما تعاملش معها الاستثمار، الله تعامل معها لانه هي يشتري. ده اللي كشف الموضوع، ولو لما هو كشف يعني دي كانت البدايه، دي كانت بدايه ان هو يكشفهم الدكتور عن طريق الصدفه يعني. اتكشف الاهل البلد، لو ما اتكشفش الاهل البلد كانت المصيبه هتبقى اكبر يعني. احنا عندنا حاليا محور عدى في قريه اولاد خلف عندنا، اخذ ارض كثير، تم تعويض الناس اللي اخذ ارضها من قبل الحكومه والشركه المنفذه للمشروع على حسب سعر المتر او سعر الاضرار. لو ما اتكشفش الكلام ده كان الفلوس دي كان كل ممكن الفلوس التعويضات دي كان ممكن اخذوها من الاهالي. جوم هم يعني من ضمن احد المستثمرين فيهم له ارض تم تعويضه ب 9 مليون كان خدها الكوبري برضه. فاحنا كنا منتظرين برضه يدونا من الفلوس دي. تقريبا الفلوس دي هم راح محاولينها من بنك البنك مبحر على القاهره يعني، عشان برضه هي ما حدش ياخذ فيها زي كده يعني. فيا ريت يعني السلطات التنفيذيه يعني سرعه القبض وتنفيذ الاحكام اللي هم واخذينها عليها يعني. مشكور القضاء المصري النزيه العادل يعني، ده يعني احكام واخذها عليهم، ولكن السلطات التنفيذيه هي اللي يا ريت نتمنى منها انها هي منوطه انها هي يتم القبض على الناس دي يعني. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام ومشاهدي ومتابعي صدى البلد في كل مكان، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. كانت معكم انغام الجنايني، اترككم في رعايه الله الى ان نلقاكم مره اخرى.